حياكم الله مشاهدينا من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا لهذه المناسبة. لكن قبل ما نستأنف باقي فقراتنا خلونا نستعرض معاكم أبرز الفعاليات اللي راح تقام في المملكة بمناسبة هذا اليوم. طبعا لدينا مثلا مسيرة البداية وهي عبارة عن أكبر استعراض حي يحكي قصة التأسيس والذي من المفترض أن يقام اليوم في مدينة الرياض في حي نمر. وهناك بعد فعالية المجلس واللي من المفترض أنه تتضمن مجموعة فريدة من ورش العمل التفاعلية وبجانب الحوارات والنقاشات المثمرة اللي توثق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى. كمان لا ننسى أوبريت التأسيس والذي سيقام على مسرح محمد عبده يوم غد ويستعرض لحظات وقصص خالدة ارتبطت بيوم التأسيس والثلاث قرون الماضية تم توظيفها في قالب مسرحي غنائي. وعندنا بعد فعالية نجناج واللي تاخذنا معها إلى جلبة الأسواق الشعبية وأصالتنا يوم بدينا وراح تقام في مختلف مدن ومناطق المملكة واللي تضم الفعالية استعراضا للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية وعروض الألعاب النارية. وأخيرا وليس آخرا يمكن مع واحدة من أكثر مظاهر الاحتفال اللي ينتظرها الكثير في كل مناسبة سعيدة في المملكة وهو عرض الضوء الذي يضم معه لوحات فنية في سماء الرياض بمزيج مميز بين الألعاب النارية وطيارات الدرونز.